طب عبير، نصيحتك ايه للامهات اللي دايما عندها احساس اللي هو انا حاسه ان انا مقصره، وانا حاسه ان انا فاشله، وانا حاسه ان انا كان ممكن ادي واعمل اكتر من كده بكتير، بالرغم من ان بجد يعني انا بشوف المثال ده قدامي من ناس انا اعرفها، هي بجد بتبقى عامله كل كل حاجة. حاجه هي تقدر عليها، ولسه لحد اللحظه دي وهي داخله تنام حاسه بتانيب الضمير ان هي مش كافي اللي انا عملته، انا حاسه ان انا فشلت، انا كان ممكن ادي اكتر. انا ايه النصيحه اللي تقولها لها؟ ينفع اتكلم بمنتهى الصراحه؟ ارجوكي. انا من هذه الامهات اللي بنام وانا وحاسه كمان ان انا انا كمان مش قادره اقول لك لازم ما تجلديش الذات. لا بس لا بصحصح طبعا. نفسي. بصي الحمد لله، يعني ممكن بصي بصحصح نفسي لو قدرت، لو عرفت ان نفسي تديني، ما عرفتش ممكن اتكلم مع حد بجد، ممكن اتكلم مع كارير كوتش معايا لغايه دلوقتي. وبلجأ لهم اللي هو طب انا حاسه اني مقصره مع كذا، فاتكلم معايا. طب اتكلمي مع اولادك مثلا، شوفي انت مقصره معاهم ولا لا، بتبتدي هي تحطيني برضو على الطريق. بصي احنا الامهات يعني لازم نبقى مقتنعين ان بحاجتين، ان لو انت اقتنعتي او اخترتي انك تكوني ام في فتره من حياتك او طول حياتك ام فقط، فهذه اعظم وظيفه ممكن حد يشتغلها. مظبوط. لو انت مش عايزه تعملي حاجه تانية، كونك ام وزوجه واخت وابنه دي اعظم وظيفه. واحنا مش بنقول حاجه تانية، بالعكس احنا هدف المنصه انك لو وقت ما تكوني ام تكوني ام صح وقت. وانا ده اللي ما خلانيش انزل اسيب ولادي في البيت في بلد غريبه ما كانش في حد فيها، عشان انا مش عارفه انزل وهم صغيرين حتى لو انا نفسي اشتغل، لكن انا مش عارفه. فدي ام ما توجعيش قلبك فيها. طيب انا زميلتي رضوى اللي هي شريكتي اشتغلت طول الوقت، وكانت في اوقات بتشتغل بالبيت وعيالها كانوا بيبقوا صغيرين. ايه اللي حصل؟ هي جت على نفسها قوي وتعبت قوي، فلما قلت لها الفكره قالت لي اه احنا عايزين ننمي فكره كوني ام، كوني زي ما انت عايزه، كل مرحله عمريه وليها حاجه. كوني زوجه، افرضي مثلا في ناس زوجها سافر ومطالب ان هو يبقى موجود، تبقى موجوده معاه وما لقيتش شغل، خلاص بعد كده لما الظروف تتغير يعني مش لازم انا كاريري وحياتي من اول، لا يعني لازم نبقى مرنين والشركات تبقى فاهمه ده، والشركات فعلا فاهمه ده، اللي هو لو حبيتي ترجعي تاني هنعاملك اكنك حديثه التخرج، تبقي انت فاهمه انك مش هتاخدي مرتب كبير، وابقى انا فاهم ان انا مش عايز منك حاجه كبيره، والدنيا تبقى سهله. فلازم الستات تبقى فاهمه انا اخترت ايه، انا اخترت اكون ده، طب وماله، طب انا اخترت بقى بعد كده لما نزلت اشتغل لازم ابقى فاهمه ان انا في حاجات هاثر فيها، ان ولادي هيبقوا هيشيلوا معايا، يشيلوا مسؤوليه نفسهم. وانا باجي اقول ان في سنين كتير ولادي هما اللي شالوني اكتر ووقفوا معايا، وهم لو كانوا حاسين ان ماما انت مقصره معانا وانت كنت خلاص ما عملتش حاجه، لكن هم لا يا ماما احنا فخورين، لا يا ماما احنا مبسوطين، لا يا ماما احنا كنا فاكرينك بتدلعي بس لما بنشوفك بتشتغلي احنا. فالزوج والاهل والولاد وزوجك كمان لما بيكون بيشجعك والناس اللي حواليكي، بصراحه بيبقى مهم جدا انك تلاقي باك بون في بيتك. يعني جالي ظهر وسند جدا. انا جالي مره مكالمه برضو على التلفزيون، واحده بتكلم تقول لي كل ما اقول لجوزي اقعد اشتغل يقول لي لا ما تنزليش. قلت له طب ما تسمعي كلامه، يعني انت لو هتحاكمي لو هتقولي له لازم اشتغل يبقى انت كده بتعملي مشكله. حاولي يعني اسمعي كلامه وشوفي بدايل وشوفي حاجه تعمليها في البيت، اقعدي. يعني انا مش لازم افرض اللي هو انا هشتغل يعني هشتغل ولازم انزل يعني لازم انزل ودلوقتي حالا ولازم اعمل ولازم ولازم. هي الحياه مش كده، خلينا مرنين ويعني فلكسبل في كل مرحله حياتيه، لان في مرحله انا محتاجه اكون ام صح، وفي مرحله محتاجه اكون زوجه، وفي مرحله محتاجه اكون مركزه مع اولادي لو عندهم حاجه معايا، وفي مرحله اركز معاهم عن طريق ان انا اتعلم بقى واشتغل واساهم في تعليمهم لو عايزه اعلمهم حاجه احسن او اديهم حاجه او معينه، عايزه معيشه احسن، او عايزه معيشه احسن، او عايزه شكل احسن، او عايزه اتنقل في مكان احسن. فهي كل حاجه لازم هتدفعي ثمنها، ما انت مش هتنزلي من البيت ويبقى عندك نفس الوقت مع الولاد، صح؟ ده مش هيحصل.